مربوحة تكسب قلوب المشاهدين. أكتر من عمل كوميدي بينافسه في السباق الرمضاني السنة دي، بس نقدر نقول إن الكبير قوي الجزء السادس قدر إنه يحظى باهتمام المشاهدين في الأسبوع الأول من عرضه، فالكتار كانوا مستنيين عودة أحمد مكي بشخصية الكبير بعد غياب 7 سنين، بس اللي ما كانوش متوقعينه هي شخصية مربوحة اللي بتقدمها رحمة أحمد، واللي قدرت من وقت ظهورها في الحلقة الثالثة من المسلسل إنها تكون ترند والكل يتكلم عن أدائها وظرفها، فأغلب التعليقات اتفقوا إن رحمة كان اختيار موفق بسبب خفة دمها وتلقائيتها اللي خلتها تضحك المشاهدين من غير مجهود. ومن اكتر المشاهد اللي كانت ترند هو المشهد اللي لبست فيه تايجر عشان تغري الكبير، وحتى ان اتعمل عليه الميم ده، هيفاء وهبي تايجر لبنان، ياسمين صبري تايجر مصر، ومربوحه تايجر المزاريطة. فشخصية مربوحة هي الزوجة الجديدة للكبير اللي بيقرر يرتبط بيها عن طريق جواز الصالونات، وطبيعي الجمهور يفتكروا دنيا سمير غانم اللي قدمت دور هدية زوجة الكبير في الأربع مواسم الأولى، واللي بعدها دنيا قررت تنسحب من المسلسل لأنها حابة تقدم أدوار جديدة، بس ظهور مربوحة خلى البعض يقارن بين الشخصيتين. ورد رحمة جي عن طريق بوست على إنستغرام كتبت فيه: فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد، أنا مش حد خالص، أنا من فانز دنيا سمير غانم، لأن لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد أني أنا اللي هبقى خسرانة. وفي نفس البوست شكرت أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي أنهم ادوها المساحة التمثيلية، وأكيد ما نسيتش تشكر أحمد أمين اللي قدمها من خلال أمين وشركاء. وأمين كان عمل ريتويت على أحد التويتس اللي انكتب فيها أنه اكتشف رحمة أحمد وكتب: هي اللي اكتشفتني. حرام عليك، أنا كان نفسي بقى موجودة هنا في البرنامج، ضيعت كل حاجة.